تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور. آمين. آمين. كلمة أولا عن العادات والتقاليد والمناسبات الاجتماعية. نلاحظ أنه سيدنا يسوع المسيح، إذن العنوان الأول العادات والتقاليد والمناسبات الاجتماعية. نشكر الأخوين اللي قاعدين بيصوروا. سيدنا يسوع المسيح ما كانش منعزل عن الناس. بتلاحظوا أنه البدع تعزل الإنسان، تسلخ الإنسان عن مجتمعه، عن أسرته. ليش؟ لأنه بدها هي تسيطر عليه عاطفيا وفكريا. ما بدها إياه يشترك بكشاف، ما بدها إياه يتقدم لبلدية، ما بدها إياه يخدم في المجتمع، ما بدها إياه يخدم في مؤسسات، ما بدها إياه يجامل الناس في المناسبات. طيب سيدنا يسوع المسيح كان في عرس في قانا الجليل، دعي يسوع أيضا وتلاميذه إلى العرس. راح على العرس ولا ما راحش؟ راح. أكرم أهل العرس، وبعدين طبعا أكرم والدته بأنه قام بالمعجزة الأولى عشان خاطره. إذن القديس بولس ماذا يقول لنا؟ افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين. الناس للناس. الإنسان لما بيفرح بده يشوف الناس حواليه وأكثر بعيد من هون، لما بيحزن كمان بحب إنه الناس تحزن معه. خلينا نشوف أيضا بعيد من هون حالة وفاة عندما توفي مين؟ لعازر. السيد المسيح راح يعزي شقيقتي لعازر. نستنتج إنه يسوع هنى في الأفراح وعزة في الأتراح، ولكن لا التهاني ولا التعازي يجدر بها أن تحرمنا من واجباتنا الدينية التي هي حقوق الله، بل حقوق نفسنا علينا. يعني مش بحجة انه احنا حادين معناه مش راح نصلي. هذا الاشي الحمد لله متفق عليه. سيدنا يسوع المسيح عمره ما تأخر كإنسان في تقوى. حتى الرسالة للعبرانيين بتقولنا استجيب له لأجل تقواه، إفسبيا باليوناني. عمره ما خلى واجب اجتماعي ايش؟ يلغي واجب الروحاني او الواجب الديني. هلا وين المشكله بالنسبه لنا؟ المشكله تبقى عندنا مثلا زي ما قلنا الندوات، الاجتماعات. هاي اذا بنقدر انه نقوم بواجبنا الاجتماعي ونحافظ على مواعيدنا في ندوات، اجتماعات، صلوات، لا بأس. أحيانا بيكون في تضارب، بنكون مجبورين لما بعيد من هون في وفاة إنسان من أقرب الأقربين ما بنقدر طبعا نترك، ولكن عادة خصوصا لما ما فيش قرابة كتير كبيرة يعني بإمكان الإنسان ما يحضر بعيد من هون تشييع الجثمان، ولكن بيروح يعزي وهيك ما بتنقطع مثابرته أو مواظبته على الاجتماعات، لأنه في الاجتماعات وخصوصا الندوات والنقاشات بصير فيها إيش؟ تبادل أفكار. إحنا عنا إذن القسم الأول من حديثي كان هذا، افرحوا مع الفرحين بيقول مار بولس وابكوا مع الباكين. ولكن ما هو المبدأ؟ الله أولا. شو هو المبدأ؟ الوصية الأولى أنا هو الرب إلهك لا يكن لك إله غيري. بصراحة البدع، وبتعرفوا عن مين بحكي، البدع تقطع الإنسان عن أسرته،
مجتمعه، كنيسته، وطنه. مهما صار، يمكن أحد الوجهاء الحاضرين هون بتذكر واحد من منطقتنا توفي البعيد أخوه، كان شاب نوعا ما أخوه، فوالده من غير يوم برضه المرحوم بيقول له، شو بقول أخوه؟ بقول له أنا بدخلش الكنيسة، الكنيسة هي محل شيطاني. شوف، الكنيسة محل شيطاني، مع أنه شو بقول مار بولس في رسالته لتيموتاوس، رسالته الأولى فصل 3 آية 15، إذا أبونا بفتش عن النص اليوناني عشان بعدين أسمع لك إياه عن غايب. شوفيني يا خالتي، ستيلوس كي إدريوما تيس أليثياس، الكنيسة هي بيت الله الحي وهي عمود الحق وركنه. تيموتاوس الأولى فصل 3 آية 15، فصل 3 آية 15. هلا باليوناني ستيلوس كي إدريوما تيس أليثياس، هلا رح نسمعها من فم أبونا حنا. إذا شو قال الأفندي لوالده؟ قال له لا 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 لا، أنا بدخلش الكنيسة، هاي مكان شيطاني. مع إنه مار بولس بيقول الكنيسة هي بيت الله الحي، عمود الحق وركنه. فإذا أبطأت يجب عليك أن تعرف كيف تتصرف. معلش أبونا تقرأ لنا النص. إذا أبطأت، معلش بس ترفع الموجة أبونا. نعم. يا لبرادينو إنا إذي فوس دين إيكوسيو إيكوسيو ستريبسيستي. أيوة، كيف يجب؟ إكليسيا ثيوزوندوس، إكليسيا كنيسة الله الحي. طيب تيلوس كإدريوما كإدريوما تساليثياس، هذه هي عمود الحق، عمود الحق وركنه. وكيف بتقول لي إنه، كيف بتقول لي إنه الكنيسة شيطانية ويقول لك الكنيسة هي بيت الله الحي؟ منيح؟ شو قال له أبو تيودور لابنه؟ هيني ذكرت لقب الأب. قال له بلاش يا عمي، بدكش تيجي للكنيسة، بلاش، على القليلة اشتري القرشلة والخبز، هاي اللي احنا بنسميها الرحمة، لا رحمة أخوك. قال له طيب يا أبو. أرشن الأب علي، أرشن زي هذاك الواحد، أرشن. اجوا الناس عندنا في كنيسة اللاتين على الساعة 9 صباحا، على الساعة 8 الأفندي بتلفن لأبوه من غير اليوم، ولا لا 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 مش راح أقدر أشتري هاي، هاي هذا كمان إشي شيطاني، المسيح ظهر لي الرب يسوع وقال لي ما تشتريش. الرب يسوع قال لك ما تحترمش والدك. الرب يسوع قال لك إنه هل كم من خبز اللي راح تشتريهم عن رحمة أخوك إنه إشي شيطاني. إذا زي ما قلنا إيش؟ بيسلخ الإنسان عن مين؟ عن أسرته، عن مجتمعه، عن وطنه، وإيش كمان؟ وعن كنيسته. إحنا إيش بنقول للناس؟ لا يا عمي، مناسباتكم وعائلاتكم والوطن على الرأس والعين، ولكن الله أولا. شكرا لإصغائكم، شكرا.